مقلقل ولحم البوش وصفر يوم اللاس، اجتمع ثلاث اشياء خرافيه. شوف الطريقه السهله والبسيطه، علينا وعليكم بالعافيه. يا عيني، لحم بوش، زنجبيل وكركم، قرفه وهيل، بابريكا وملح، طشه زيت زيتون، ونخلط. حاطين طبقتين ورق مشمع وطبقه قصدير، نسكرهم وغايه ندلع اللحم. ضبطنا الحرارة والتوقيت ونقول بسم الله. طبعا هذه قلاية هومتك من الخنجر جاليري، جمعوا كل الخواص اللي نحتاجها في المطبخ وخلوها في ذا الوحش الجميل، الصراحة يغني عن أجهزة كثيرة. وجهز مقلقلنا، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا عيني الريحة تخبل. علينا وعليكم بالعافية، لا تنسونا من اللايك والاشتراك والأشياء الحلوة اللي تسووها. حياكم الله. Good boy.